تي اش نقول لك، كانت كتقرا دا واحد استغلها تكرفص عليها. واش كتقرا بنت شحال في عمرها؟ عندها فاش وقع عليها هكا عندها 13 عام. 13 عام اللي عندها فاش وقع عليها. 13 عام فاش وقع عليها هكايا. وداها داها الغابة ديال شنينات تكرفص عليها فهورة اغتصبها وتشد حكموا عليه. ولكن كيفاش داها؟ عاوديني لنا يعني شنو عاودت لك البنت باش الناس يعني نمشي معاك. داها صحة داها تكرفص عليها واغتصبها ودار فيها داكشي اللي بغا. وعاود ثانية هددها ما تهضر ما تتكلم. نط ما عرفتش الدرية واش حاملة ولا ما حاملة من جيت نسولها. واش مرة واحدة؟ قربي الميكرو واحدة. جوج مرات. جوج مرات هو كيتكرفص عليها. جوج خطرات. ما سقتش الاخبار، انا كنت مريضه كان عندي سرطان تشافيت منه. دابا جميع المرضى مزمنه كلشي عندي بالذات ديالي. خليناها في الموضوع ديال بنتك ومتبعه مع الطب. ما انتبهتش للدريه واش حامله ولا ما حامله. ديما كتوجع بالجنب ديالها، كيضرني جنبي. شتعيت ديتها للسبيطار، ديتها لعند الطبيب، دوزت ليها قال لي عندها شهرين ونص. يعني ربما صدمة كبيرة. يعني صدمة كبيرة، راه تسطيت، راه صافي، راه خودت ليا غير الطبيبة الماسكر عطاتو ليا. وانصدمت. هي شافت بالجاجة وكتضرب بالجاجة وكتضحك ضحك 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 وتبكي. ضحك ضحك. ضحك 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 وكتبكي. صدمت واحد الصدمه. مشينا من العصر ما جينا. ما عرفتيش شكون اللي مولف؟ لا، بقاو عليها في الكوميساريه. من مشيت للكوميساريه بقاو عليها تعرفت بزز. يعني كانت خايفه ما تعرفت لهم. كيديوها يعني كيتكرفصوا عليها جوج الناس. يعني واش كانوا كيحطوا عليها الموس ولا شنو؟ الموس وكيهدوها وكيتكرفصوا عليها جوج الناس. واحد تشد وتبرع على حسب التحليله. يعني شحال دوز هذا اللي تشد؟ عام وثلاثة اشهر. يعني اغتصبها وعام وثلاثة اشهر. هو راه تكرفص عليها الاغتصاب. هو الحمل ما كاينش عنده الاغتصاب. والاخر كتقول بلي راه هو تكرفص عليها. تكرفص عليها جوج مرات كتقولها وكتعاودها. ودابا مني خرج كتشوفه وكتخلع كاملة. يعني كتهز وتعاود. كيدوز حداكم وكتخلع كتهز وكتحط. مني كتشوف وكتشقى هذيك الشهقه. حق لا اله الا الله كندوب قسما بالله العلي العظيم. ونهار اللي شدوه في الكوميساريه هي حاشاك داخل الطواليق وجايه خارجه منها وشادين وشافته وهي طيح. تخلعت سخفت وهي طيح تعود الله. وانا كتقطع عرق بعرق والله اللي عالم عليا. وزدقتي ومحملها وقاعده بصمت راسي. والثاني يعني علاش ما تشدش الثاني؟ ما تشدش ما قدرتش تعترف به حيت يلا خرج هو من الحبس. واش هذا يعني مجرم هذا؟ اييه خرج من الحبس. كان مجدود في الحبس هو كيستغلها. كيستغلها وكيهددها ما تهضرش. ولحد الان كيستغلها وكيخوفها وكيهددها ما تهضرش. واش دابا باقي كي لحد الان كيستغلها ما تهضر. كيتحلف عليها كيقول لها ما تهضريش ما تقوليش لهم راه انا تكرفصت عليك. ولكن واش باقي كيديها ولا لا؟ ربما يقدر. يعني انت ما كتكونيش في الدار ولا شنو؟ انا كنمشي لعند الطبيب كنمشي للسبيطار. يعني يقدر الله اعلم. يقدر يدير شي طريقه الله اعلم. انا عرفت واش هاد البنت يعني واش هي كانت كتعرفهم ولا كتعرفهم؟ هذاك جارنا كاين حدانا. يعني واش كانت مصاحبه معاهم ولا شنو؟ لا ما مصاحباش معاهم. هذاك كان جيران من الجيران ديالنا حدانا. كيستغلها وسمت في دوك العلم. كنمشي نسولو كنقول لها كاين. كيقول لي داك الشيء ما كاينش. هذاك اللي مشدود هو اللي تكرفص عليها. كان هزا هو واحد بالموتور ديالو. يعني كانوا دايرينها وسطهم والجيران ما شافوهمش. يعني الناس ديال المنطقه الجيران ما كيهضروش. كلشي كيخاف. كرسي عامره شماكريه. يعني فين ما كرسي فين ما صديتي تلقاي شماكريه. دابا البنيه ولدات. ولدت بنيه. يعني ولدت مسكينه. اييه ولدت بنيه. انا نيت لي مربيها حسبتها اكثر من ولادي. وين الحق ديالها ما تشدش. يعني 13 عام مسكينه. لا لما لا ليها هي. يعني 13 عام ربما صغيره بزاف في هذا العمر باش تولد. وي يعني كيفاش دازت الحماله ديالها؟ قلتي ربما الحماله ديالها دازت بواحد العائله ما كتصورش. لا يرجع لها واحد العذاب.
واحد العذاب واحد العذاب. ومني مشيت تاني دي تالتة رودة انتو ما كيتش لي وقف معي وما كيتش لي سندني. ديتها ولدت كرفصت بقى لحد الان مريضة كتعاني من الصحة ديالها، تعطبت الصحة ديالها ما زادت تدهورت في واحد الحالة ما كتصورش. يلا شوفي يعني كتشوفي تكرفصوا على بنتك. تسبت في شحال من مرضى كاينه عندها بدات على فراسها لا في النفسيه ديالها لا في الرحم ديالها، ماشي في الاستطاعه ديالها هي باش تحمل وتولد. يعني هذاك العمر صعيب باش صعيب عليها. وكانت مسكينه مريضه عندها الكلاوي النبوله وعندها الملح في الكلاوي النبوله من صغرها بسبب هذا الشيء. ولات في واحد اش بنقول لك، راه ما كتنعش والله ما كتنعس قسما بالله. واش قلتي لي ربما كيجيو هذوك الاحلام كتنوض كتخلع ولا لا دق شي واحد في الباب ما تحلش عليه. يعني ولات كتخاف ما تحلش عليه، شكون انت شكون انت وتخلع. كتكون انا عساتها كتنوض كتخلع. علاش يعني ما عاودتش لك من الاول يعني فاش خافت خافت. واش كنت هادو مجرمين ولا شنو؟ مجرمين بجوج وهذاك الاخر اللي عندنا بزاف بجاه. الحقرة الحقرة وما شدتش حقها وما شديتش حقي بيهم. أمو كاكا تنقر تشوف فيا وتنقر تفل عليا تشوف فيا شي شوفة ماشي هي هذيك، بحال أنا اللي ظالمة بحال أنا اللي داخلة مغتصبة بحال أنا اللي دخلت ليها للدار وأنا راني تدمرت أسيدي ربي. راني تدمرت من صغري وانا مكربص على ولادي، تكبرتهم في الاخر حطموا لي كل شيء لا ولاد لا بنات، كل شيء تدمر في النفسيه ديالهم لا الاولاد لا البو لا انا يا لا كل شيء بسبب هذا المشكل قسما بالله العلي العظيم. كل شيء تشتت كل شيء تشتت. لا لا وراني فوارة ما كاينش شي واحد لي ما عمرني عمر شي واحد حفيته ولا شدتي قارب راسي سول الصغير والكبير يقول لك هاد فلان الله يعمر هذا سيام الله يعمر لي هذا. ما كان حافي الناس من اي واحد كيبقى فيا كنمشي نقابل الناس العزازة عيالات رجالة راه كبار منا راه تكون عنده هذاك الاخر شي 30 والاخر فوق من 30. هو مني تشد عنده 28 عام مني تشد عنده 28 عام والاخر ما تشدش بقى كيتعنقر. يعني 28 وهي 13 عام. اه ويقدر دابا يديروا لها شي مشكله من هضرت انا يقدروا يديروا لها شي حاجه. انا راني جالسه وخايفه باش لهالدرجه الناس يعني جالسه وخايفه. انا ما جالساش مرتاحه في الدار ما جالساش زيد ربي والله ما جالسه مرتاحه في الدار قسما بالله. الدريه ما زيد الدريه ما زيدش نتحرك عليها. الاخرى واخا تمشي وهذا ما وهذا خايفه ديما انا خايفه ديما انا خايفه. وشحال قدني انا نجرب انا الفاني ديال الاعصاب وشحال قدني وانا نتخدر شحال قدني وانا ضيقه شحال قدني وانا ما ناكل كي الناس. هاني دابا الماكله ما واكلها من البارح هاني في السبيطارات من الصباح انا في السبيطارات. يعني هاد البنيه اللي ولدت شحال دابا في العمر ديالها؟ عندها عام ونص. عام ونص ربما قلتي لي مسكينه ما عرفت تربيها ما عرفت ما عرفاش لا علاش راه تعبي ما بتعطي لها الضرب هي وهي عليه. يعني مسكينه باقا ما لعبات باقا ترسبت في الطفوله اي شنو ربما يعني شتونا ودمرونا اش بغاو عندنا؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. باش كن باش كن باش كنجبدهم باش كن ما كنجبدهم حتى شي حاجه ما بيني معاهم حتى شي حاجه بيني معاهم الخير والاحسان. الاخر كاع ما كنعرفو داك اللي عندنا راه جارنا نيت وطعني في داري. بيتعاون معايا الله يسهل عليكم الله ييسر لكم. الرقم ديالي 0766 07 90 37.